يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده كما حمده الأنبياء والملائكة والمرسلون والأولياء والصالحون، ما علمنا منه وما لم نعلم، بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده كما حمد نفسه قبل خلق الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أشرف الخلق أجمعين، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، واخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في آخر جزء من باب الخوف، والخوف مطلوب ومحمود على كل حال إذا كان في الله ومن الله وإلى الله. فمن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. فيقول: وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهر، طفق جبريل وميكائيل، يعني ظهر عليه ما ظهر من الكفر ومن اللعن ومن اليأس من رحمة الله، وقد كان في مصاف الملائكة في العبادة. فأم سيدنا جبريل خاف والملائكة خافوا. طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان زمانا طويلا، فأوحى الله تعالى إليهما: ما لكما تبكيان كل هذا البكاء؟ فقال: يا ربنا لا نأمن مكرك. فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري. إذا كان الملائكة المعصومة في هذه الحال من الخوف والوجل من الله عز وجل، وقد أمنهم الله، فدل على أن الله له من الجلال، حتى ولو لم يخوف عباده، من الجلال ما يستدعي أن يخاف منه سبحانه وتعالى، من جلاله. فمن نظر إلى جماله رجاه، ومن نظر إلى جلاله أخافه. ويحكى عن السري السقطي أنه قال: إني لأنظر إلى أنفي في اليوم كذا مرة مخافة أن يكون قد اسود، لما أخافه من العقوبة، لما أخافه من العقوبة. يعني سيدنا السري السقطي كان معروف من المجتهدين في عصره في العبادة، حتى أنه كان يقال أنه لا يضطجع أبدا ولا يضع جنبه على الأرض، فإذا تعب كان ينام جالسا ثم يستيقظ. فكان مجتهد في العبادة اجتهاد كبير، وهو شيخ الإمام الجنيد. فإذا شفت أنت الجنيد، وما أدرك ما سيدنا الجنيد، شوف شيخه يبقى إيه. إذا كان شيخه، كان يقول انه كان كل شويه يبص في المرايه، يبص على انفه لحسن يكون ربنا هيمسخه من معصيه، وهو في هذه العباده المستمره مع الله وفي كمال الذكر والولايه، ومع هذا لم يزول عنه الخوف من الله عز وجل. وهذا مقام يسموه مقام الخوف. مقام الخوف يقابله مقام البسط أو الأنس على حسب درجات البسط. فأحيانا يتقلب الولي بين حال الخوف الشديد وبين البسط الشديد والأنس الشديد، فربما يكون قال هذا الكلام وهو في حال الخوف
والخوف ناتج عن القبض أيضا. وقال أبو حفص: منذ 40 سنة اعتقادي في نفسي أن الله تعالى ينظر إلي نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. وسيدنا أبو حفص نفس الحكاية، وكان رجلا مجتهدا مشهورا بالصلاح والعبادة والولاية والكرامات وغير ذلك، وبالرغم من هذا يقول: منذ 40 سنة اعتقادي في نفسي أن الله تعالى ينظر إلي نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. لأن كل كمال أجراه الله على يد عبد من العباد فهو من الله، لأنه يليق بكماله، وكل نقص في العبد فهو من العبد، لأن النقص يليق بالعبودية. فإذا نظر لكمال نشأ منه لا يعتقد أنه نشأ منه، بل هو من الله على يده. وإذا نظر إلى نقص طرأ عليه يعلم أنه لتقصيره. وكنا ذكرنا أن كل ما في الأكوان ما هي إلا تجليات صفات الله عز وجل وأفعاله، فكأنك تتعامل مع الله من خلال المكونات والأكوان جميعا، فهي ما هي إلا تجليات صفات الله وأفعاله في مراء الكون. فالكون كأنه مرآة تنعكس فيها أثار الصفة لا أثار الذات، فالذات لا تحل في شيء ولا تنطبع في شيء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولكن الصفات لها آثار ولها فعل. فالصفات والأفعال لله عز وجل آثرها في الأكوان تتفاوت على حسب مراء الأكوان. كلما كانت هذه المراء في درجة من الكمال، كلما كانت التجليات على أكمل ما يكون لا ترى فيها شائبة نقص، وكلما كانت المراء فيها نوع نقص كلما كان التجلي فيها ناقص. أنت إذا نظرت إلى مرآة مصقولة ومستوية وفي درجة عالية من النقاء، تجد الصورة المنطبعة فيها تشبه الأصل بالضبط. ولكن إذا نظرت إلى مرآة من زجاج فيه نوع كدرة والثقل الذي فيها ليس بالدرجة المطلوبة وليست مستوية، فتجد المراء فيها مختلفة عن الواقع. تنظر إلى المرآة مثلا المقعرة، تجد الصورة تخلي تلاقي نفسك أن جزعك كبير ورأسك صغيرة فوق ورجلك صغيرة تحت، صورة مختلفة، أنت مش كده. وإن كان تجيب مرآة تانية محدبة، يعني التجويف بتاعها للداخل، تبص تلاقي إيه، تبان رفيع خالص وأنت تخين، والتانية تبينك تخين قوي، وهكذا. طيب افرض بقى المرآة مش مستوية خالص، مذبذبة كده، فتجد الصورة متعددة في مرآة واحدة ومشوهة. كذلك الأكوان هي مراء لصفات الله، فالكمال لصفات الله والنقص في المرآة ناتج عن المرآة ذاته وليس في المرء، فهمت؟ فإذا وجدت في الأكوان نوع نقص فاعلم أنه من المرآة لا من الخالق. وهذا معنى والله أعلم: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لأن الإنسان بطبيعته أو المخلوق بطبيعته فيه النقص، المخلوق بطبيعته فيه النقص. ولما كانت مرآة النبي أكمل المرايا، ولما كان ثقل مرآة النبي أكمل ثقل، ولما كان نقاء مرآة النبي أكمل نقاء، كانت تجليات فيه على أكمل ما تكون كمالا وجلالا وجمالا، فظهرت فيه كل تجليات الصفات وظهرت فيه كل تجليات الأفعال، بحيث لا تضيع صفة صفة ولا تؤثر صفة على صفة، بل كل الصفات فيها عاملة مستوية بدرجة واحدة. ولذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لم يقل الرحمن، ولم يقل الرحيم، ولم يقل الرب، بل قال الله الاسم العلم الذي اندرجت فيه كل الصفات واندرجت فيه كل الأفعال واندرجت فيه كل شيء. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولم يقل الرحيم، ولم يقل شديد العقاب، ولم يقل القهار، ولم يقل الجبار، بل قال الله لكمال انطباع الصفات على كمالها. ف
في الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم لكمال مرآتها، فكانت صورة منطبعة على الواقع، فجعله سبحانه وتعالى برزخا بينه وبين عباده جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا إذا نظرت إلى عملك وجدت فيه من نقص فاعلم أن العيب فيك، فإن وجدت فيه كمال فاعلم أن الكمال للمتجلي فيه، فاعلم أن كل نقص يليق بك وكل كمال يليق بالله، وكل نقص يليق بالمخلوق وكل كمال يليق بالله عز وجل. فإن وجدت في مراء الأكوان بعض النقص فلا تعب فيها، ولكن تعامل معها على ما هي عليه واعذرها، لأن هذا هو قابليتها. فالله سبحانه وتعالى جعل قوابل الممكنات لها قوابل، قوابل للمراء بقدر طاقتها. فالحجر الذي تراه في الأرض مثلا وجد من العدم، ففيه صفة الوجود فقط، لم تتجلى فيه إلا صفة الوجود، لكن لا إرادة له، لم تتجلى فيه صفة الإرادة، ولم تتجلى فيه صفة الكلام، ولم يتجلى فيه صفة السمع والبصر، ولم يتجلى فيه سوى صفة القهر ولا الغلبة، ولكن تجلى فيه صفة الظهور والوجود، فظهر ووجد فقط، فوش إلا كده. فلما تيجي تكلم الحجر وتعيب فيه إنه لا إرادة له، تبقى أنت مش فاهم، لأن دي إمكانياته، هو ربك خلقه بهذه الطاقة، لا يستطيع أن يظهر فيه إلا هذه الصفات. فلا تتعامل مع الأكوان إلا بقدر قوابل ممكناتها، فتتعامل مع الله فيها فلا تحتقر شيء في الأكوان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأكوان كلها بالرحمة، لأن يرى كلها أثار صفات الله عز وجل، وكان يغض طرفه عما فيها من نقص صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح كأنه ما شافوش، وإذا رأى كمال فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان لا يمد عينيه إلى زينة الأكوان، ولكن منشغلا بربه في كل حال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح. فلا مكان أصلح من الجنة، يعني ما تغترش أنك أنت حتروح في مكان صالح بقى فتدعي هناك يبقى لازم يحصل لك وما يحصل لكش، لا، توكل على الله وخذ بالأسباب ولا تعتمد على الأسباب، يعني لا تركن إلى الموضع الصالح في عبادتك فتظن أنك قبلت لأنك عبدت الله في موضع صالح، ولا تركن إلى عملك لأنك عملت عملا فيه نوع إتقان فظننت أنك أنت الذي أتقنت العمل، والذي أتقن العمل هو الله. ولذا تجد في بعض كلام الصوفية كلام موهم، موهم يعني إيه؟ يعني أحيانا لما قلت لك إن ما هي كل كمال في العبد منسوب إلى الله وكل نقص في العبد منسوب إليه إلى العبد، فإذا كانت العبادة الكاملة كمال فيقول فهو العابد والمعبود. كثيرا ما يطلق هذا اللفظ لمن قرأ في كتب المتصوفة يسمع الحكاية دي، فيقولون فالحقيقة أنه هو الذاكر والمذكور وهو العابد والمعبود وهو الحامد والمحمود، فيظنون أنهم اللي مش فاهم معنى المتصوفة اللي يقصدونه يقول لك شوف بيقولوا بالحلول والاتحاد، بيقولوا أن ربنا حل في العباد فصار عابدا ومعبودا، هم لا يقصدون ذلك، هو العابد والمعبود لأنه نظر إلى مرائي الأكوان وأن الصفات إذا ظهرت كاملة فهي من الله، وإذا ظهرت ناقصة فهي من العبد. فإذا كانت العبادة كاملة فيكون العابد أي الموفق للعبادة الكاملة هو المعبود ذاته، فهمت المعنى؟ أدي كلامهم. فكلامهم علشان تقدر تفك عبارته لازم تدخل في حقائقهم، وإلا لو ما فكتش عبارتهم كويس هتجد نفسك هتسيء الظن بهم، وهم أولياء كبار. والله سبحانه وتعالى جاء في القرآن بآيات متشابهة، والرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أيضا متشابهة تحتاج إلى أهل علم يستخرجوا منها الألفاظ الصحيحة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الألفاظ المتشابهة في الأحاديث، والقرآن فيه ألفاظ متشابهة في القرآن، فما بالك بالأولياء وهم ليسوا بمعصومين، يكون من باب أولى أن يتكلموا كلام فيه نوع تشابه يحتاج إلى فك عبارة. علشان كده لا تتسرع، إن رأيت كلاما لهم غير واضح
اتركه وامره، ربما لا تفهمه الان تفهمه بعد 10 سنوات، وربما تفهمه بعد 100 سنة، وربما لا تفهمه، لكن احسن الظن، لان حسن الظن بالمسلمين عباده. لان يستحيل ان يكون رجل حفظ القران وعبد الله 40 أو 50 سنة وحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرا سيرته وبعدين يجي يقول كلمه تعدل له انت عليها وتفتكر ان هو مش فاهم. اتهم نفسك، اتهم نفسك اسهل، انا اللي مش فاهم، تقول انا اللي مش فاهم وهم على خير، وتعمل خط كده حوالين العباره دي انا مش فاهم. وكثيرا يعني احوال كثير الفقير الى الله، كنت اما اقرا من 20 سنة مثلا في بعض الكتب كنت اعمل عبارات كده مش فاهمها، واجي اقرا كتاب تاني بعد 10 سنين الاقي نفسي الحاجات دي خلاص فاهم، اروح كاتب معناها على الهامش. فما تتسرعش في انك انت تقول مش فاهمها يبقى على طول تبقى مش فاهمها، لا، لان ليس كل ما قيل اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقته، والامور مش بالسذاجه اللي الناس متصورها. الله سبحانه وتعالى خلق الاكوان بطريقه ليست طريقه ساذجه، وخلق الرسل والملائكة والعلاقة بين العبد وربه والعلاقة بين الله والأكوان ليست علاقة ساذجة بالسذاجة التي يدركها كل إنسان. فإذا كانت بهذه العلاقة الساذجة التي يدركها كل إنسان لكان كل الناس آمنوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لابد لهذه للحسناء وهي الصفات الكاملة من نقاب، فتنقبت هذه الحسناء وهي الصفات الكاملة في نقائص الأكوان، فابتلي فيه من ابتلي ونجح فيه من نجح، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبتفاوت فهمك، بتفاوت قدرك، وكل إنسان على حسب قابلية إمكانياته ومرآته التي خلقها الله، فالناس معادن يتفاوتون في الفهوم، وبقدر تفاوت الناس في الفهوم بقدر تفاوتهم في الولاية. فليس كل الناس فهومهم واحدة، وليست كل المرائي مرائي واحدة، وليست كل، وعلشان كده كل ممكن له قابلية معينة وله سقف معرفي معين لا يخترقه إلى ما هو أعلاه. وعلشان كده قال لك في الحكم: سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. فأنت قدر الله لكل كون في الأكوان ولكل مخلوق في المخلوقات سقف معرفي معين، مهما اجتهد يصل إليه فلا يصل إلى ما عداه، فمهما سبقت همته لا تخرق سور القدر ده. يصل إلى هذا خلاص، ما يقدرش يصل إلى ما بعده ولا ما فوقه. فإذا وصلت أنت إلى أقصى ما يمكن أن تعرفه وهذه هي قابليتك، فلا تعترض على من كان أعلى منك. وتفاوت الناس، الناس يتفاوتون تفاوت كبير في الفهوم وفي التجليات، وكذلك الأنبياء والرسل يتفاوتون في الفهوم والتجليات. الأنبياء يوم القيامة والرسل الأكابر العظام اللي هم أعلى من الناس برب العالمين يقولون إن الله تجلى اليوم بغضب لم يغضبه قط من قبل، فلم ينظروا إلا الغضب، فغطى عليهم الغضب كل صفات للجمال في الله عز وجل مع كمال معرفتهم بالله، فوقفوا كل يقول نفسي نفسي. فلما جاء بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له قابلية أعلى، النبي صلى الله عليه وسلم نظر للغضب ونظر للجمال ونظر للجلال ونظر للكمال ونظر للرحمة ونظر كله بمستوى عالي، فلما قالوا له قال أنا لها أنا لها، لأنه ما زال لم ينقطع أمله في ربه صلى الله عليه وسلم، لأنه قابلية ممكناته صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من كل قابلية، وفهمه أعلى من كل فهم، ومرآته أعلى من كل مرآة. والناس معادن، وكل معدن له خصائص وخواص تستطيع أنك أنت تشكله بالصورة، ولكن يصل إلى مرحلة معينة لا تستطيع أنك أنت تأخذ منه أكثر من هذا، هذه خصائصه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا أولا، وأن يرزقنا التواضع والفهم، وأن يرزقنا حسن التسليم وحسن الظن بالمسلمين في كل الأحوال، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يقنعنا بما أقامنا فيه، وأن يقنعنا بما جعلنا مظهرا لصفاته وأفعاله
قانعين راضين بما أظهره الله من صفاته في مراء أفعالنا سبحانه وتعالى. ولا ومن نكونش بقى إيه كل واحد طمعان عايز يبقى فوق اللي هو ربنا أقامه، لا. من أول الولاية أول سلم فيها أن ترضى بما أقامك الله فيه، ترضى بما أقامك الله فيه من جهة المصدر، ولا تقنع بما أقمت نفسك فيه من جهة نقصك. فأنت تنظر إلى ما أقامك الله فيه مصدرا ترضى بما قدره لك، ولكن تنظر إلى كل نقص أنت فيه فتنسب النقص لنفسك فتحاول أن تعالج نفسك، فتعب على نفسك ولا تعب على الأقدار، وتؤاخذ نفسك ولا تؤاخذ رب العالمين، وتصلح نفسك ولا تصلح ما في الأكوان، فما في الأكوان هو مراد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعشان كده تتهم نفسك أكتر ما تتهم غيرك، مش تقعد تقول الإعلام وحش والعلماء ما بقوش يفهموا الناس وما بقاش فيه العلماء وقبل العلماء والشر. طب وانت فين؟ كل العيوب في كل حتة وانت قاعد تعدها ومش واخد بالك ان كل العيوب اللي بتعدها دي جواك، لان انت مرآة الأكوان. لو لم تكن فيك هذه العيوب ما رأيتها وما عددتها وما شعرت بها. فاهتم بعيب نفسك أكثر ما تهتم بما في الأكوان من نقائص، فإن كان في الأكوان من نقائص فأنت مرآة للأكوان، فالمرآة تنطبع فيها النقص والمرآة الكاملة ينطبع فيها الكمال، فإن كنت كاملا انطبع فيك الكمال وإن كنت ناقصا انطبع فيك النقص. فبقدر نظرتك للأكوان بنقص بقدر نقص مرآتك، وبقدر نظرتك للأكوان من كمال بقدر كمال مرآتك. والله أعلم. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح، اعتمادا عليه يعني، فلا مكان أصلح من الجنة، فلقي آدم عليه السلام فيها ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بالعام كان يحسن اسم الله الأعظم، فانظر ماذا لقي. اللي هو من العام ابن باعورة اللي قالوا ان هو نزل فيها الآية بتاعت الأعراف: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أكبر قدرا من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعدائه. يعني بيقول لك خذ بكل الأسباب ولا تعتمد على أي سبب. مش معنى كده انك انت خلاص تترك الصالحين وتترك الاماكن الصالحة وتترك العبادة والذكر، مش معنى كده. لان اللي يجي يقرأ الآية الكلام ده ويفتكر انه هو بيقول لك اترك ده، لا ما بيقول لكش اترك، بيقول لك اتركه بقلبك ولكن افعله بجوارحك واجعل قلبك مع ربك معتمدا عليه فهو الفعال لما يريد. فانت اذا فعلت العبادة لا تنظر الى العبادة ولكن انظر الى المعبود الموفق. واذا جلست مع الصالح لا تنظر أنه يضر وينفع بذاته ولكن يضر وينفع بعلاقته بربه، فهو فالأمر من الله مصدر ومن الصالح مظهر، فلا تعتمد إلا على الله في صورة الصالح في صورة العبادة في أي صورة كان، فلا تنظر إلا إلى ربك ولا تعتمد إلا عليه. أدي المعنى اللي هو يريد أن يبينه. وخرج ابن المبارك يوما على أصحابه فقال: إني قد اكترأت البارحة على الله عز وجل، سألته الجنة. يعني هو يرى في نفسه من النقص اللي بيه غير أهل حتى لأن يسأله الجنة. وده برضو حال من حال الأولياء، وليس فيه يعني أحيانا يتفاوتون في أحوالهم فيقولون كلام قد يخالف ظاهر الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى وهو خايف يسألك حتى الجنة. فهو يقصد ايه؟ هو يقصد ان هو شايف نفسه من النقص اللي بيه غير اهل حتى ان يسأل ربنا الجنة. فده حال بيسيطر عليه، مش معنى كده ان هو فاته ان هو يسأل ربنا الجنة. يعني بيقول حتى لو سألت ربنا الجنة انا شايف جوايا ان انا غير اهل الله. فهذا من كمال خوفه من الله. وقيل خرج عيسى عليه السلام ومعه صالح من صالحي بني اسرائيل، فتبعهما رجل خاطئ مشهور بالفسق فيهم،
فقعد منتبذا عنهما منكسرا. فدعا الله سبحانه وقال: اللهم اغفر لي. واحد كده قاعد منكسر كده غلبان، سيدنا عيسى قاعد حوالين الناس الصالحين الحلوين، وهو حتى شايف في نفسه انه غير اهل ان يقعد حتى معاهم، فراح قاعد منكسر بيه كده، اللهم اغفر لي، يعني شايف حتى نفسه غير اهل. والراجل صالح اللي قاعد مع سيدنا عيسى قال: اللهم لا تجمع غدا بيني وبين ذلك العاصي. فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: أني قد استجبت دعاءهما جميعا، رددت ذلك الصالح وغفرت لذلك المجرم. يبقى الإنسان لازم ينظر لكل ما في الأكوان نظر الرحمة. شوف سيدنا رسول الله الكفار يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ينظر نظر الرحمة، لأن اعتبر أن كفرهم هذا ما هو إلا تجلي جلالي عليهم حتى يذوقوا هوان الكفر، فإذا دخلوا في الإسلام استعزوا به فتمسكوا به، فيكرهون أن يعودون إلى ما كانوا عليه، كما يكرهون أن يلقوا في النار. فيبقى في حال كفرهم كان من أجل الوصول إلى الله. فانظر النبي نظرته عالية واسعة، لا ينظر إلى اللحظة بل ينظر إلى كمال مراد الله في عباده. فهو أحيانا يكتب المعصية على العبد ليذيقه ذل المعصية، حتى إذا تاب منها لا يتمنى الرجوع إليها أبدا ولا يلتفت إليها أبدا، فكأن المعصية هذه كانت دافعا له لأن يصل إلى الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتقر إنسان أبدا، ولكن يحتقر المعصية ولا يحتقر العاصي، يحتقر الكفر ولا يحتقر الكافر. فرق بين المعصية والعاصي والكفر والكافر فرق كبير. فأنت إن كرهت الكفر فلا تكره الكافر، لأنك لو كرهت الكافر ما دعوته للإسلام. فرق كبير إنك أنت تكره الكفر نفسه وتكره المعصية ذاتها، وإنك أنت تشفق على العاصي وتشفق على الكافر، وتدعو للكفار إن ربنا يهديهم، وتدعو للكفار إن ربنا يعفو عنهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يسلم أمره لله، يقاتل، فمنهم من يموت على الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته أن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن يعيش منهم يدعو له صلى الله عليه وسلم ويعاهده ويوفي عهده معه، حتى إن اللي كانوا عايشين من الكفار كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا يلمسوا الرحمة اللي في قلبه تجاه كل الخلق، كل الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ذو النون المصري: قلت لعليم: لما سميت مجنونا؟ قال: لما طال حبسي عنه صرت مجنونا لخوف فراقه في الآخرة، يعني من شدة حجابه عن الله طال حجابه عن الله فصار مجنونا لخوف فراقه في الآخرة، لما لقى نفسه محجوبا في الدنيا بحجاب غفلاته وشهواته ونقائصه، فخاف لحسن يظل هذا الحجاب حتى في الآخرة فجن عقل. وفي معنى أنشد: لو أن ما بي على صخر لأنحله، فكيف يحمله خلق من الطين. وقال بعضهم: ما رأيت رجلا أعظم رجاء لهذه الأمة ولا أشد خوفا على نفسه من ابن سيرين. وقال بعضهم: ما رأيت رجلا أعظم رجاء لهذه الأمة، يعني شايف كل الأمة حلوين وكل الأمة ممكن ربنا يغفر لها، ولا أشد خوفا على نفسه من ابن سيرين، إلا هو متصور أن ربك ممكن يغفر لكل إلا هو، فعنده رجاء عالي للأمة كلها إلا نفسه. وده كان حال كثير من كبار الصحابة، سيدنا أبي بكر كان يقول ذلك: لا آمن أن أدخل الجنة إلا وإحدى قدمي فيه. شوف قد إيه سيدنا أبي بكر لكمال علمه بربه. سيدنا عمر يقول: لو نادى مناد كل الخلق في الجنة إلا واحد في الموقف العظيم لظننت أنه عمر، مع أن في الموقف في فرعون وفي هامان وفي كتير، لكن وفي إبليس وفي كل حاجة، لكن شفت قد إيه هم عندهم رجاء في الله للأمة، وخوفهم مشتد بنفسهم، هذا الخوف بيكون دافع لأنه هو يكون على أحسن ما يكون. وقيل: مرض سفيان الثوري فعرض دليله على الطبيب. الدليل يعني إيه؟ دلائل حياته، يعني يشوف نبضه، يشوف حرارته، يشوف حاله، يجس جسمه.
فقال: هذا رجل قطع الخوف كبده. ثم جاء وجس عرقه اللي هو النبض بتاعه يعني، ثم قال: ما علمت أن في الحنيفية مثله. من شدة يعني خوفه كان مأثر حتى على جسمه، حتى الطبيب لاحظ ذلك وهو بيكشف عليه. وسئل الشبلي: لما تصفر الشمس عند الغروب؟ فقال: لأنها عزلت عن مكان التمام فاصفرت لخوف المقام. يعني حتى بيفهموا من الكواكب فعل الله فيها، فهم يروا فعل الله فيها. وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه لأنه يخاف المقام، فإذا طلعت الشمس طلعت مضيئة. كذلك المؤمن إذا بعث من قبره خرج وجهه يشرق. ويحكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: سألت ربي عز وجل أن يفتح علي بابا من الخوف، ففتح فخفت على عقلي من شدة الخوف. وفعلا أصل هو ربك سبحانه وتعالى وزنك بطريقة بالخوف والرجاء، بالأمل وقصر الأمل. يعني ساعات احنا نقول لازم يبقى البني آدم قصير الأمل قصير الأمل، ما هو مش للدرجة يعني، مش للدرجة. لأن لو في قصر أمل بس من غير أمل في إن يبقى في أمد للحياة، وعشان كده ربنا أخفى الوفاة، كان الإنسان ما يتحركش، ما يقومش من مكان، لأنه هيقوم ليه بقى؟ ما هيموت في اللحظة. ما هو قصر الأمل ده يشتد لدرجة إنه هيشعر إن ما فيش نفس حتى هيطلع، يمكن ما يعرفش يستعد لصلاة، ولا يعرف يروح حتى دورة المية، ولا يعرف يتحرك في الأكوان. فربنا سبحانه وتعالى يسوق عباده بالمضادات بعضها ببعض، كل الأشياء اللي يضاد بعضه ببعض بيسوقك بيه، يسوقك بالخوف والرجاء، بطول الأمل وقصر الأمل، بالقبض والبسط، بالمنع والعطاء، يسوقك بكل هذه الأشياء حتى يتعرف عليك في كل شيء فلا تنساه في شيء. سيدنا الإمام أحمد حنبل سأل أن يفتح له باب من الخوف، فلما ازداد الخوف وما بقاش قدامه رجاء حس أنه هينخلع قلبه مش هيستحمل. فخفت على عقلي فقلت: يا ربي أعطني على قدر ما أطيق، فسكن ذلك عني. باب الرجاء اللي هو مقابل للخوف، عشان الإنسان يبقى موزون. ما هو أصل لو ماشي خوف بس يقنط من رحمة الله، ولو ماشي رجاء بس يأمن مكر الله، وهذا خطر وهذا خطأ الاثنين. باب الرجاء. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوزي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عمرو بن مسلم الثقفي قال: حدثنا الحسن بن خالد قال: حدثنا العلاء بن زيد قال: دخلت على مالك بن دينار فرأيت عنده شهر بن حوشب، فلما خرجنا من عنده قلت لشهر: يرحمك الله تعالى، زودني زودك الله تعالى. فقال: نعم. حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام قال: قال ربكم عز وجل: عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك. تعرف لولا الحجاب اللي بينك وبين ربك ما كنت تتحمل كلمة عبدي. فعلا يعني كان البني آدم من شدة يعني شوقه لهذه الكلمة وجلال الله لذاب جلده من كلمة عبدي، بس من قبل ما يعرف هيقول له ايه، يذوب ذوبان الثلج في الماء. لكن ربك سبحانه وتعالى جعل الحجاب الذي بينك وبينه حجاب رحمة حتى تستطيع انك انت تتحمل خطابه، وإلا لو لم يكن هناك هذا ما كنت تتحملش خطاب الله عز وجل، ولا كلام الله عز وجل ينزل عليك، ولا خطاب النبي وتوجيه. وكثير من الصحابة وبعضهم لما زيل هذا الحجاب شهق شهقة ومات، ما تحملش من شدة الشوق. وجعلهم الله آية للناس حتى يكون المحجوب يحمد ربه على الحجاب،
عشان ما يجرؤش ويقول يا رب انا عايز اشوف. عايز ايه؟ انت مش هتستحمل، مش هتتحمل، انت تحمد ربك ان ربك سبحانه وتعالى مخليك كده ماشي متصلب موزون، عارف النهارده ايه والساعه كام وهتروح فين وجاي منين، والا ممكن تبقى متهول في الدنيا، يتولك يتولك من شده الحقائق ومن شده الجذب ومن شده الجمال ومن حلاوه الكمال سبحانه وتعالى. ولكن ربك سبحانه وتعالى خلق الاكوان على مراده حتى تعمر، فاعطى لكل قابل من القوابل ما يصلح به حياته، قدر فهدى سبحانه وتعالى. عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. ما فيش بعد كده رجاء بقى، بقدر طاقتك عبدتني ورجوتني، اعبدني بقدر طاقتك يا عبدي، لا تعبدني على قدري بل اعبدني على قدرك، بقدر طاقتك انت، وانت ضعيف هقبلك، على ضعفك اقبلك، لانه ودود، لانه رؤوف، لانه رحيم، لانه رب العالمين، فهو لا يعاملك على قدر ذاته بل يعاملك على قدرك انت وعلى قدر قابليتك انت، فسترك وجبرك، ومن اسمائه الجبار لانه يجبر النقص. غفرت لك على ما كان منك، اي من تقصير، لاني اقبل منك عبادتك على نقصها، لان النقص منك والكمال مني، وما منك لا يصل اليك الي وما مني يصل الي، فالكمال مني يصل الي والنقص منك فلا يصل منه شيء الي، لانك انت لا تضره شيء. فهمت المعنى؟ فكل نقص من الاكوان والاكوان كانت عدم، وكل كمال من الله والله باقي لا يزول، فالباقي يبقى والزائل يزول. وادي معنى لو اتيته بقراب الارض خطايا لاتيتك بقرابها مغفره، لان ان كانت هناك خطايا وملأت ما بين السماء والارض فهي كلها منسوبه لنقصها للاكوان، والاكوان تفنى ولا يبقى الا رب العالمين بجلاله وكماله وكرمه ورأفته ورحمته ووده لعباده. ولو استقبلتني بملء الارض خطايا وذنوبا استقبلتك بمثلها مغفره فاغفر لك ولا ابالي، لان النقص ينسب لك والكمال ينسب اليه، فالنقص لا يضره سبحانه وتعالى، لا يضره شيء، لا يستفيد بعبادتك ولا يضره معصيتك سبحانه وتعالى. أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو سفيان طريف عن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة شعير من إيمان، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يقول وعزتي وجلالي لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار كمن لم يؤمن بي. في بعد كده رجاء، فنشهد الله أننا آمنا به وأننا آمنا برسوله وأن النار حق والجنة حق والنبيون حق وأن القيامة حق والميزان حق والصراط حق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر ما بنا من نقص وأن يستر عيوبنا بعفوه وستره الجميل وأن يقيمنا فيما أراد وأحب سبحانه وتعالى ويقبضنا على أكمل حال سبحانه وتعالى. الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل، زي ما قلنا أن الخوف تعلق القلب بمكروه يحصل في المستقبل، ده الخوف، هنا بقى تعلق القلب بمحبوب يحصل في المستقبل، ده الرجاء بقى عكس الخوف، الاثنين متعلقون بمستقبل، بس الخوف مكروه والتاني محبوب، فإن كان محبوب يبقى عندك رجاء وإن كان مكروه يبقى عندك خوف. وكما أن الخوف يقع في مستقبل الزمان فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل في الاستقبال، وبالرجاء عيش القلوب واستقلالها. والفرق بين الرجاء والتمني
أن التمني يورث صاحبه الكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء، فالرجاء محمود والتمني معلول. التمني انك انت تبقى عايز حاجة محبوبة في المستقبل لكن ما بتعملش بأسبابها. طالب في الجامعة وما بيحضرش ولا بيذاكر ولا بيجيب الكتب ولا حتى ليه علاقة بأي، ولا عارف حتى معاد الامتحان امتى، ونفسه ينجح، هو ده اسمه تمني. ما ينفع، هيسقط. ده اسمه تمني، لكن بيحضر وبيواظب وبيذاكر يبقى اسمه راجي النجاح، يرجو النجاح. فيبقى الرجاء انك انت تتمنى حدوث محبوب في المستقبل وتأخذ بأسبابه مع عدم الالتفات اليها والاعتماد عليها، بل الاعتماد على الله. والتمني انك انت تتمنى حدوث محبوب في المستقبل ولكن لا تأخذ بأسبابه كالطمع، فيسمى طمع ايضا. وعلشان كده ده مذموم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الايمان بالتمني، انك انت تقول مؤمن وما تعملش بمقتضيات ايمانك، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. عشان يبقى بقى ايمان لازم يصدقه العمل. فالرجاء محمود والتمني معلول، معلول من العلة يعني مذموم، يعني مريض، يعني حتى لو تقول ده الجرع ده معلول يعني مريض، يعني ضعيف. وتكلموا في الرجاء فقال شاهي الكرماني علامة الرجاء حسن الطاعة. اللي عنده رجاء شوف حاله ايه، لو كان في حسن الطاعة يبقى عنده رجاء، يبقى ده عنده رجاء. وقال ابن خبيق الرجاء ثلاثة، رجاء عمل حسنة فهو يرجو قبولها، رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها، ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة، والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول أرجو المغفرة. ده كذاب. ده وعرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ردوا لعادوا، كذابين، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالبني آدم طالما بيأخذ بأسباب الطاعة والصلاح يبقى ده عنده رجاء صحيح. إنما قاعد طول النهار في المعاصي والبلاوي والزبالة ويقول لك ربنا يغفر لي، يبقى وانتجي أو أنتك ربنا يغفر لك إزاي؟ طب ما تمشي في أسباب المغفرة وقول ربنا يغفر. ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالبا على رجائه. اللي بتغلب عليه الإساءة يغلب عليه الخوف، وده معنى مخالف لمعاني أخرى. الأولياء غير السالكين العباد. السالكين العباد لما يشوف النقص يخاف، وما يشوف العبادة يرجو، ده السالك العابد. لكن العارف بالله عكس كده، لما يجد في نفسه نقص يرجو، ولما يجد في نفسه كمال يخاف. لما يجد في نفسه كمال يخاف لحسن ما يقبلش هذا الكمال، لحسن يكون معجب بكمال عبادته، يقوم ربنا يحجبه بكمال عبادته عن قبولها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي ما آتوا من الأعمال الصالحة يبقوا خايفين. طيب والعاصي، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى في حال معصيته مقامه الرجاء، في حال إساءته مقام الرجاء، وفي حال طاعته مقام الخوف. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه على المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ ده المؤمنين. طيب والعصاة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا بس تعالوا، يبقى حال العصاة الرجاء وحال المؤمنين الخوف، وده الغالب والتحقيق، هو ده التحقيق الحقيقي. فده يخالف معنى اللي بيقوله هنا، ولكن اللي بيقوله هنا معنى ابتدائي مطلوب، معنى ابتدائي مطلوب في الطريق إلى الله.
ان الانسان المعتاد لما يعصي يخاف ولما يطيع يرجو، ده الانسان العادي. لكن لما تيجي تتفكر في كده كأنك انت بتعتمد على عملك. اذا كان طاعتك تخليك راجي يبقى انت معتمد على عملك مش على ربك، واذا كانت معصيتك تخليك تخاف يبقى انت معتمد على نفسك مش على ربك، فشايف المعصية فتخاف. لكن لو انت معتمد على ربك ففي المعصية تشوف عفوه فترجوه. وبعدين في حال الطاعة انت مش معتمد على الطاعة، معتمد على ربك، فتشوف قهره فتخاف، وهكذا. يبقى المسألة بتختلف على حسب نظرة الإنسان. فإن كنت هتعتمد على عملك فلا بأس بهذا في بداية طريقك الأول، في الأول كده تحاول تواظب. بعد كده لما تتقن العمل يدرجك بقى، كنت انت الأول في الحضانة وبعدين بقيت في ابتدائي وبعدين بقيت في إعدادي وبعدين هتخش ثانوي وبعدين هتبقى في الجامعة وبعدين هتتخرج وهتعمل دراسات عليا. فالطاعة مع الله برضو ليها كده درجات تتفاوت. العيل اللي في الابتدائي ده تقول له كده، لكن اما يكبر بقى شوية ويعرف تقول له لا، واظب على العمل بعد ما اعتاده بقى واعتاد الصلاح واعتاد ترك المعاصي، ولا تنظر لعملك بل اعتمد على فضل ربك. بعد ما تكون عودته على اصلاح العمل تقوم تلفته بعد كده. وعشان كده قال لك في الحكم من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. فهمت بقى المسألة؟ وقيل الرجاء ثقة الجود من الكريم الودود، وقيل الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال. يا سلام، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجلال، رأى الجمال، رأى الجلال بعين الجمال في تجلي رب العالمين بغضبه على أهل الموقف يوم القيامة. الكل رأوا الجلال وغاب عنهم الجمال، والنبي نظر للجلال بعين الجمال فقال أنا لها أنا لها. فأدي معنى الرجاء، إن لم ينقطع رجاؤه مع شدة غضب الله عز وجل، لأنه اعتماده على ربه مش على المظاهر، اعتماده على ربه مش على المظهر. فلما ظهر أثار الغضب هو لا ينظر إلى الأثار بل ينظر إلى المؤثر، لا ينظر إلى الأفعال بل ينظر للفاعل صلى الله عليه وسلم لكمال نظرته للأمور. وقيل هو قرب القلب من ملاطفة الرب، وقيل سرور الفؤاد بحسن المعاد، وقيل هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقض أحدهما أو نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. طول ما أنت عندك رجلين اتنين ماشي عليهم تبقى موزون، رجل خوف ورجل رجاء، تفضل سالك في الطريق إلى الله في أمان الله. طيب شلنا رجل واحدة هتمشي هتقع. طب شلنا الاتنين عجزت خالص. فالمطلوب ان الانسان يحافظ على الخوف والرجاء، هو كجناحي الطائر. وسمعته يقول، سمعت النصر بادي يقول، سمعت ابن ابي حاتم يقول، سمعت علي بن شهمردان يقول، انا عندي ميم، ها شهم، اي اسماء اعجميه مالناش دعوه، هي من بلاد الاعاجم، فيجوز بقى شهمرزان شهرزان، واخد بالك، وازهر وبان وعليك الامان وكل يوم تحتمل. يقول قال احمد بن عاصم الانطاكي، وسئل ما علامه الرجاء في العبد، قال: ان يكون اذا احاط به الاحسان الهم الشكر، راجيا لتمام النعمه من الله تعالى في الدنيا وتمام عفوه في الاخره. وقال أبو عبد الله بن خفيف: الرجاء استبشار بوجود فضله، وقال: ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو المحبوب.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: من حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف قنط، ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة. لأنك لو نظرت للخوف على طول يقنط من رحمة الله، ولو نظر للرجاء على طول مش هيعمل حاجة، هيقول ما ربنا غفور رحيم وهيعذبني ليه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يا عم يلا نسكر. فلطيف بعباده تقول لي يلا نسكر؟ أو أنت في ناس بتقول كده، في ناس بتقول كده، يمشي على حل شعره ويقول لك هي ديت هنروح نحج وخلاص وربنا، ما يمكن ما يطولهاش، يمكن يموت قبلها، ما يعرفش. وعلشان كده الواحد لازم ايه يعني يتعجل التوبة لعل الله سبحانه وتعالى يقبله. وسمعته يقول: حدثنا ابو العباس البغدادي قال حدثنا الحسن بن صفوان قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال: حدثت عن بكر بن سليم الصواف قال: دخلنا على مالك بن انس في العشية التي قبض فيها، فقلنا: يا ابا عبد الله كيف تجدك؟ فقال: ما أدري ما أقول لكم غير أنكم ستعاينون من عفو الله تعالى ما لم يكن لكم في حساب. ده دليل بقى، ده هو على فراش موته، ربنا طمنه بقى، قال لهم هقول لكم ايه، ده انتوا لو تعرفوا فضل ربنا ده حاجة فوق الحساب، فوق التصور. ثم ما برحنا حتى أغمضناه، نسأل الله حسن الخواتيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، حال موتهم بقى تبشرهم وتطمنوا. عشان كده تجد الإنسان الصالح كده لما يموت تلاقي أسرير وجهه منفرجة، وتلاقيه مش مقبوض، وتلاقيه حلو كده كأنه نايم، كأنه نايم عادي. والتاني نسأل الله السلامة تلاقي وشه منكمش كأنه مضروب علقة. فربنا ينجينا. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. أو المعنى هو لأنه ما بيعتمدش على عمل. سيدنا يحيى بن معاذ ده كان يعني فهمه عالي. تعرف كده من كلامه، لما تيجي تجمع كلام سيدنا يحيى بن معاذ تعرف ان كان فهمه عالي قوي. ربنا ينفعنا ببركاته وانفاسه. يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الاعمال، لاني اجدني اعتمد في الاعمال على الاخلاص، وكيف احرزها وانا بالافة معروف، واجدني في الذنوب اعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وانت بالجود موصوف. شفت الجمال الحلو؟ انت وانت في حال النقص اعتمادك على عفو الله، وعفو الله دائم ومستقر خلاص، فهو اهل التقوى واهل المغفرة. طب وانت في العمل الصالح اعتمادك على الاخلاص عشان يبقى وتصفيه، فبتعتمد على حاجة نشأة منك، وانت بالآفة موصوف. فيبقى وانت بنظرك الى عفو الله اولى رجاء من نظرك الى اخلاص نفسك. فهمت ازاي؟ كلام جميل مترتب حلو، ناس فهمة، ناس فهم. وبرغم فهمهم هذا كانوا لا يقصرون في الأعمال، مش معنى كده خلاص يترك، لا. وكلموا ذنون المصري وهو في النزع، فقال: لا تشغلوني فقد تعجبت من كثرة لطف الله تعالى معي. سيبوني بقى، عايزين يكلموه على فراش موت، سيبوني بقى، ده أنا متعجب من لطف الله، ابعدوا عني، يعني حتى مش عارفين نموت في البلد دي. والله بتحصل، تلاقي في العنايه المركزه العيان من دول قلبه يقف وعايز يموت، نفسه يموت بقى بالرب، ودول عليه بالصدمات الكهربيه وقاعدين يدعكوا في صدره ويعملوا له مش عارف ويكسروا له ضلوعه. يا جماعه سيبوه يقابل الرب وارحم منكم. اقول لهم انا كده، انا دكتور اصلي للاسف، للاسف دكتور، لكن الحمد لله ساعات تلاقي لطف الله احسن من الطب نفسه والله بالعب. ودول قاعدين يكسروا في ضلوع الرب. يا عم الراجل مش عارف يموت في البلد، سيبوه في حاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ينجينا وما نخشش العناية المركزة جميعا، الفاتحة كده وأحبابنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى عنايتنا بيد الله مش بيد العباد.
وقال يحيى بن معاذ: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعزب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. وفي بعض التفسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه من باب بني شيبة فرآهم يضحكون، فقال: أتضحكون؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم مر، ثم رجع القهقرة وقال: نزل علي جبريل عليه السلام وأتى بقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لأنه كان حينخلع قلبهم لما سمعوا الكلام ده من النبي، قلبهم حيتخلع من الخوف. فربنا جبر خاطرهم ونزل سيدنا جبريل على الرسول، لا قال له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، خليهم يضحكوا زي ما كان. يعني حاجة برضو رحمة كبيرة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا أبو الحسن الصفار قال: حدثنا عباس بن تميم قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا مسلم بن سالم قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى لا يضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا عز وجل؟ ستنا عائشة بتسمع. فقال: والذي نفسي بيدي إنه لا يضحك. فقالت: لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. والضحك صفة فعل مش صفة ذات، زي ما الجماعة المجسمة خلوها صفة ذات وعملوا لنا شغلان، دي صفة فعل. الضحك معناه كمال الرضا. كما يعني كمال الرضا؟ يعني يرضى، يرضى ويعفو ويصفح، دي معناها كده. فهي بتسأل ستنا عائشة يعني يصفح هذا الصفح الجميل، يعني أو يضحك، لأن معروف أن الضحك مش معناه التغير اللي بيحصل في المخلوق والهقهقة والضحك وبتاع اللي يعملوه المجسمة، عملوا لنا أزعرين لم يميزوا بين صفات الأفعال وصفات الذات، فجعلوا صفات الأفعال صفات ذات، فوقعوا نفسهم في مشكلة كبيرة وشغلوا مخ الناس في مشاكل كتير. فنسأل الله السلام. واعلم أن الضحك في وصفه من صفات فعله، أهو ما شاء الله بيقوله، وهو إظهار فضله، كما يقال: ضحكت الأرض بالنبات، وضحكه من قنوطهم إظهار تحقيق فضله الذي هو ضعف انتظارهم له. فالإنسان لما يلقى الله سبحانه وتعالى بالذات أمة النبي هتجد عنده من الرحمة ما ليس في الحسبان. اسمها الأمة المرحومة، مكتوبة كده في الكتب السابقة، في الكتب السابقة اسمها ايه؟ الأمة المرحومة. وأعمارها قصيرة، أعمارها قصيرة، يوم ربك سبحانه وتعالى يجبرهم يخلي لهم صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة يعني ايه؟ يعني كأن صلاة واحدة هتصليها فرد واحد بمئة ألف في 27 تطلع مش عارف كام، تقسمها تلاقيها قد عمر سيدنا نوح. فرد واحد هتصليه في المسجد الحرام في مكة قد عبادة عمر سيدنا نوح. شوف أمة مرحومة قد إيه. طيب روح بقى مسجد النبي والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من الأجر. فيبقى الصلاة في مسجد النبي على الأقل بمتين ألف على الأقل، مش بمئة ألف، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كانت بخمسمية أصل، بألف، كانت بألف أصل، يبقى ألف في مئة ألف في اتنين، صح؟ ما هي كده، هي كانت أصلا بألف، وهنا كانت بمئة ألف وهناك بخمسمية. قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من الأجر. خلاص، فبقت ألف في مئتين ألف. طيب صليت فريضة تضربها كمان في 27، تبقى تصلي فرد واحد في مسجد النبي جماعة بضعفي عمر سيدنا نوح، بل بثلاث أضعاف عمر سيدنا نوح. فشوف أمة مرحومة قد إيه، أمة النبي، عشان تفهم بس. ليلة القدر خير من ألف شهر. طب حط ليلة القدر دي في المسجد الحرام، طب حطها في مسجد النبي، تبقى في حاجات لا توصف، حاجات لا تقدر، عشان تعرف أمة النبي دي أمة مرحومة. لا تجد ما ليس في الحسبان يوم القيامة. كل ده ليه؟ ليقر بها عين نبيها أفضل خلق الله وأحب خلق الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فيقوم يرضيه بقى رضا
فيعني ما فيش أرجى عندنا من كوننا أتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، محبين له. مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. ورحمتك هنا هو النبي، افهم انت مش واخد بالك، مش هو رحمة الله؟ مغفرتك يا الله أوسع من ذنوبي، طبعا واسع المغفرة. ورحمتك يعني رسول الله ومحبتي له أرجى عندي من عملي، لأن المرء مع من أحب، مش كده برضو؟ وربك بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، اللي هو رسول الله، قدم الصدق اللي هو رسول الله، من أسمائه قدم الصدق صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جعلنا أتباع لنبينا. سيدنا موسى لما شاف الحاجات دي قال يا رب اجعلني من أمة محمد، وهو نبي رسول أولي عزم، عايز يبقى من أمة سيدنا محمد لما شاف الفضائل دي كلها. شفت قد ايه سيدنا موسى حسد اتباع أمة محمد، مش حسد الأنبياء. اعرف اعرف النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك فيها وحرم منها كثير من عباده، فتعرف لو قعدت ليل نهار لما تقول الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، دي اكبر نعمة فعلا، حتى لو سلبك كل شيء يكفي ان هو جعلك مسلم بس. يا لما تموت مسلم وتبعث مسلم، دي يا سعادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة المؤمنين المسلمين. وقيل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني طلب منه الضيافة. واحد مجوسي خبط على سيدنا إبراهيم، ما كانش فيه فنادق ولا كان فيه حاجة الناس تبات فيها في البلدان، تيجي تبقى ابن سبيل كده في بلد لا في فندق ولا لوكاندا ولا حتة تقعد فيه، فالناس كان في حاجة اسمها الضيافة، يروح يخبط على واحد يقول له انا ابن السبيل ومش من هنا، ممكن ابات عندك النهارده؟ الناس كانت تضيف بعضها لان تعرف الحكايه دي. فطلع راجل مجوسي بيخبط على سيدنا ابراهيم بيطلب منه الضيافه يبات عنده يوم. فقال له ان اسلمت اضفتك. فقال المجوسي اذا اسلمت فاي منه تكون لك علي؟ طب ما انا لو اسلمت وغيرت ديني، طب هيبقى منيت عليا ليه؟ طب ما انا بقيت تابع ليك ويبقى لازم تضيف، يبقى ما فيش منه. فهمت ازاي؟ ده طلع برضو ايه يعني فاهم. فمر المجوسي راح سايبه وماشي، ساب سيدنا ابراهيم ومشي. فاوحى الله تعالى الى ابراهيم عليه السلام يا ابراهيم لم تطعمه الا بتغيير دينه، ونحن منذ 70 سنة نطعمه على كفره؟ ربك بيقول انا مضيفه عندي وباكله من 70 سنة، عمره 70 سنة، باكله واشربه مضيفه عندي في ملكي، وانت مش قادر تضيفه ليله واحده يا ابراهيم؟ فلو اضفته ليلة ماذا عليك؟ كان هيجرى لك ايه يعني لو ضفته ليلة؟ كان حتقول ناس عندك حاجة. فمر ابراهيم عليه السلام خلف المجوسي، جري وراي نديل تعال، واضافه. فقال له المجوسي اي شيء كان السبب في الذي بدا لك؟ ليه غيرت رأيك؟ فذكر له ذلك. فقال له المجوسي اهكذا يعاملني؟ ثم قال اعرض علي الاسلام فاسلم. يبقى حسن الخلق ده عبادة كبيرة بتجعل الناس تدخل في دين الله أفواجا. حسن الخلق يعني انت لو احسنت معاملة الكفار بنية انك انت بتدعوهم للإسلام كانت عبادة كبيرة. مش مطلوب انك انت تغلظ للكافر ما لم يغلظ لك، لكن في القتال تغلظ له، خلاص احنا بنقاتل بقى، لكن احنا في الحياة العادية العامة دلوقتي لا انا بقتله ولا هو بيقاتلني، بنتعامل مع بعض هات وخد، احسن الي حتى لا تكون فتنة للذين كفروا، عشان ما يكرهش الاسلام ويكره الدين ويقول لك شوف المسلمين وحشين ازاي، فتحسن للناس. يجي لك واحد من دول يقول لك انا جاري مسيحي، اقول له كل سنة وانت طيب ولا لا في العيد؟ يعني عايزني مثلا اقول له لا يا سيدي، خبط عليه وما يفتح الباب تف في وشه يعني علشان ابقى دين بقى. هو ده الدين يعني؟ حاجة غريبة يعني. اقول له كل سنة وانت طيب، ما هو جارك ساكن قدامك عشان يحبك، هو لما هيحبك يمكن يغير رأيه، يمكن في يوم من الايام يغير. انت قول له كل سنة طيب بنية انك انت بتحببه في الاسلام، مش بنية الموالاة وانك انت بتواليه وخايف منه ومن والى الكفار فهو منهم والكلام بتاع الوهابية يعني. انا ما بواليهوش بقلبي، عمري ما احب الكافر ابدا ولا احب الكفر، لكن انا بشفق على الكافر، انا بشفق عليه لحسن يموت يخش النار. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد جنازة يهودي وقف احتراما للموقف وهيبة الموت،
فبيقولوا له ده يهودي يا رسول الله، قال أليست نفسا؟ هي مش نفس وليها احترامها وجلالها؟ فافهم الدين، ديننا دين جميل عظيم رحمة، بل الإسلام لما ينتشر بالسيف في الحقيقة ده انتشر بحسن المعاملة وحسن الأخلاق في كل البلدان، انتشر بحسن الحكومات والجيوش بس أزيلت بالسيف، لكن الناس ما دخلوش الإسلام بالسيف أبدا في أي بلد من البلدان، دخلوا الإسلام بحسن الخلق والمعاملة الطيبة، دي الحقيقة. ما حدش بيغير دينه بسيف، تأكد كده، لكن يغيروا دينهم بحسن المعاملة. سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول رأى الأستاذ أبو سهل الصعلوقي رحمه الله أبا سهل الزجاج في النوم وكان يقول بوعيد الأبد. كان أبو سهل الزجاج ده بيقول بوعيد الأبد، يعني إيه؟ يعني إن اللي يعمل معصية لازم يتعاقب، أدي معنى وعيد الأبد، طالما ربنا توعد على عقاب العاصي يبقى لابد هيشوف العقاب، يعني مش حاطط احتمال إن ربنا يرحمه أصلا. ده كان بيعتقد هذا بوعيد الأبد، واخد بقى؟ لا لا، ده كان في اعتقاد طائفة كانت بتقول كده، كانت طائفة وكثير من المعتزلة كانوا بيقولوا كده، واخد بالك، بوعيد الأبد. فهو كان متأثر بهذا المعنى وكان مسيطر على ذهنه فمات. فقال له كيف حالك بعد ما مات؟ فقال وجدنا الأمر أسهل مما توهمنا، لقينا الحكاية في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فالحكاية يعني سهلة، لأن الكريم إذا وعد أعطى ووفى، وإذا توعد قد يعفو، مش الكريم كده؟ الكريم لما يجي يتوعدك ويقول لك هعاقبك وعملك وهو كريم، بيبقى برضو عندك أمل أنه يعديه، ما هو كريم. لكن لما يوعدك يعمل لك حاجة فيها خير يوف، لازم يعمله لك. طب في أكرم من رب العالمين؟ وعد بالجنة، خلاص إن شاء الله يوف، وتوعد بالنار للعصاة، احتمال بكرمه برضو يعديها، فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أدي معنى أهل السنة، كلام أهل السنة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ كأن ربنا بيلقنك الحجة وانت عاصي، بيقولك ما غرك بربك الكريم، تقول له كرمك يا رب. ما هو كأنه بيلقنك الحجة، اللي غرني كرمك يا رب، يقول له طب عدي. ادي المعنى، لكن ما قالكش ما غرك بربك الجبار، ما غرك بربك القهار، ما غرك بربك شديد العقاب، قالك الكريم، علشان يعني ما تقنطش من رحمة الله. سمعت أبا بكر ابن أشكيب يقول رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوقي في المنام على هيئة حسنة لا توصف، فقلت له يا أستاذ بما نلت هذا؟ فقال بحسن ظني بربي. والرسول قال أنا عند حسن ظن عبدي بي في الحديث القدسي. ورؤي مالك بن دينار في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قدمت على ربي عز وجل بذنوب كثيرة محاها عني حسن ظني به تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن بالله مع كمال الطاعة والاستقامة على شرع الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني أسارع له في المعصية في المغفرة. وإن ذكرته، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، يدل على جواز الذكر الجماعي في الملأ، لأن احنا هي الصلاة دي مش ذكر؟ طب مش بنصلي جماعة؟ طب امال اللي بيقول لك الذكر الجماعي ما وردش؟ مش بيقولوا لك الجماعة اياهم، يقول لك الذكر الجماعي ما وردش، ليه ما دخلش الجامع شاف الناس بتصلي جماعة؟ ده مش فاهم، ده الصلاة هي أصل الذكر، وبعدين الصلاة فيها سري وجهري، صح؟ يبقى يجوز الذكر جماعي سرا وجهرا، لأن في صلاة سرية وصلاة جهرية، وفي الصلاة بتصلي من قيام ومن قعود ومن ركوع ومن حركة، يبقى دل على أن الذكر في كل حال جائز. حكاية سهلة، يعني كأن ربنا لخص لك كل كيفيات الذكر في الصلاة.
بحيث انك انت لك ان تفعلها خارج الصلاة، ما فيهاش حاجة يعني. فالحكاية سهلة، لكن هم لا يذكرون الله الا قليلا، ولما يشوفوا الناس قاعدة ما بتذكرش ربنا ما يكلموهمش، اول ما يشوفوا بيذكروا ربنا يقوموهم يروحوهم يلا كرش، انما ما يشوفوهم قاعدين يتفرجوا على فيلم فيديو ولا حاجة، مفيش مشكلة مفيش مشكلة خلاص، المهم ما بيذكروش ربنا ولا بيصلوا على النبي. لو صلوا على النبي جماعة تبقى أزمة، بدعة. شفت بقى كلامهم، هم مش واخدين بالهم خالص. طب ما احنا كلنا بنصلي على النبي جماعة في الصلاة واحنا قاعدين، ايه المشكلة؟ ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات، يقول لك اصل دي صلاة ما يتأسى عليها. طب وتكبيرات العيد صلاة؟ تكبيرات العيد ما هي ذكر جماعي جهري وليست صلاة، مش صح برضو ولا لا؟ الاذان مش ذكر؟ بيقولوا باعلى صوته والناس تردد ما يقوله المؤذن، ما هو ده ذكر جماعي، ما ده مش ذكر جماعي. يقول لك انا ما وردش الذكر جماعي، ما وردش ايه بس؟ ده كانه جاي من باديه بعيده عن حديث عهد باسلام، يمكن حديث عهد باسلام، اذا كانوا حديث عهد باسلام معلش نعلم، اذا كان جاي من غابه من غابات افريقيا وعايش طول عمره مع الحيوانات ما شافش لا سمع اذان ولا شاف ناس بتصلي، ليه حق يقول الكلام؟ فنسال الله السلامه يا سيدي. أخبرنا بذلك أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايني قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، يعني جايب الحديث اسناده بعده يعني. وقيل كان ابن المبارك يقاتل علجا مرة، علج فاكر أنت في حرب العراق مع الكويت، يقول لك العلوج، ها الراجل بتاع الاعلام العراقي ده الصحاف، المصريين اول مره يسمعوا كلمه علج وعلوج، العلوج يعني الكفار الغلاظ، العلج يعني الكافر الغليظ، لغه فصحى يعني. فهنا ايه، وقيل كان ابن المبارك يقاتل علجا مره فدخل وقت صلاه العلج، علج كافر بس عنده وقت بيصلي فيه، بيسجد للشمس بيعمل اي مصيبه من المصايب اللي بيعملها. فهو بيقتله جت وقت صلاته، فقال لابن المبارك اديني فرصه بس اصلي الصلاه بس وبعدين نكمل القتال تاني. فاستمهله. فسيدنا عبد الله بن المبارك قال له طب يلا يلا اعمل اللي تعمله. فامهله، فلما سجد للشمس قام سيدنا عبد الله بن المبارك فكر بقى هو سجد للشمس ابن الذين دم اديله اخلص منه. فلما سجد للشمس أراد ابن المبارك أن يضربه بسيفه، فسمع من الهواء قائلا يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ربنا ذكره بالآية، سمعها من الهواء، ممكن يبقى ملك ربنا وكله ملك يقراها له، جني مسلم يقراها له، أسمعها له فودانه يا أخي، إيه المشكلة يعني الآن يعني؟ هو ربنا مش قادر أن يسمعك؟ يسمع. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فأمسك. فلما سلم المجوسي قال له لما أمسكت عما هممت به؟ ظهر المجوسي كان بيسجد بعينه وباصص فشافه عمل كده وبعدين في الآخر راح حط السيف تاني. فقال له لما أمسكت عما هممت به؟ فذكر له ما سمع، قال له والله أنا كنت ناوي أعمل وبعدين سمعت وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فقال له المجوس نعم الرب رب يعاتب وليه في عدوه، فأسلم وحسن إسلام. شوف كل حسن خلق تلاقي بعديه أسلم وحسن إسلام، تملي كده كل قصص حسن الخلق تلاقي في الآخر آخرها إيه؟ أسلم وحسن إسلام. طب هات لي كده قصص سوء الخلق، كفر وساء كفر على طول بعدها كده. أديك شفت الجماعة الشيشانيين، الجماعة الوهابية في الشيشان، راحوا مدرسة أطفال يتترسوا بها، أطفال لما يموتوا 250 طفل بريء صغير كده منظرهم يصعب على الكافر مش على المسلم. وده بقى الجهاد، ده الجهاد انك تتترس بالأطفال، واخد فايه؟ فازداد الكفار كفرا وساء كفره. وعملوا ايه يعني؟ عملوا ايه لما تترسوا بالأطفال؟ ما عندهمش فقه ولا عندهم حسن. بقى احنا مأمورين اننا مسلمين نتترس بالأطفال وبالنساء ونقتل الشيوخ والأطفال، معقولة المسلمين يعملوا كده؟ لكن دلوقتي الجماعة الوهابية في جهادهم في البلاد اللي بيجهدوا كده، بيجهدوا كده.
شفت انت في الجزائر من كام سنة لما طلعوا بعد صلاة الفجر على قرية كاملة ذبحوهم في بيوتهم، قال علشان القرية دي فيها والي بيعملوا له مولد يبقوا مشركين. كل المشكلة ان القرية دي عندهم مولد، عندهم والي وبيحبوه وبيعملوا له مولد يبقوا كفار، يخشوا يذبحوهم. ده دين؟ ده هو ده الاسلام؟ عشان تشوف بس سوء الخلق. لكن تملي كل حاجة فيها حسن خلق يقولك حسنة اسلم وحسنة اسلم، واي حاجة فيها سوء خلق كفر واستمر على عناده على طول كده. وقيل انما اوقعهم في الذنب حين سمى نفسه عفوا، يعني بيقولك ان الذنب ده مقتضى اسمه العفو، من اسمائه العفو، فطالما عفو لابد ان في ناس تذنب عشان يعفو عنه، عشان يظهر اسمه العفو، فهمت؟ مقتضى اسمه العفو. وده معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث القدسي، لو لم تذنبوا لخلقت خلقا اذنبوا فاستغفروا فغفرت لهم. ادي المعنى، علشان مقتضيات الاسماء كلها تعمل. وقيل لو قال لا اغفر الذنوب لم يذنب مسلم قط، كما انه لما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به لم يشرك مسلم قط، ولكن لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طمعوا في المغفرة. يقصد مسلم حسن اسلام وما يكفرش ابدا، لكن الاصل تفتكر كلامه هنا ممكن ترد عليه تقول له طب ما في مسلمين كفروا كتير وارتدوا، بس ده ما حسنش اسلامه، لان المسلم الذي حسن اسلامه وخالط الايمان بشاشة قلبه لا يرتد ابدا. دي فعلا كده، لا يرتد ابدا، حتى لو قطعوه حتت من غير بنج، شوف قطعوه حتت من غير بنج برضه ما يكفرش. ده المسلم الذي خالط الايمان بشاشته قلبه. انما في مسلمين كتير باللسان، فدول سهل ممكن يبيع دينه من اجل عرض من الدنيا، فنسأل الله السلامة. ويحكى عن ابراهيم ابن ادهم رضي الله عنه انه قال كنت انتظر مدة من الزمن ان يخلو المطاف لي، فكانت ليلة ظلماء فيها مطر شديد فخلى المطاف، كان قاعد في الكعبة وكل يوم يلاقي الدنيا زحمة مستني بقى المطاف يبقى فاضي كده يوم بس عشان يطوف بقى بحلاوة لوحده، فيوم الدنيا شديد الظلمة ومطر شديد المطاف فاضي، الفرصة طلع يطوف، فخلى المطاف فدخلت الطواف وكنت أقول فيه اللهم أعصمني اللهم أعصمني، فسمعت هاتفا يقول يا ابن أدهم أنت تسألني العصمة وكل الناس يسألون العصمة، فإذا عصمتكم فمن أرحم. شفت الجمال؟ عشان كده في بعض العلماء كانوا يقول لك يكره سؤال الله العصمة، ولكن الراجح أنه يصح سؤال الله العصمة، لأن الرسول نفسه قال اللهم إني أسألك العصمة من كل ذنب والغنية من كل بر، يعلم أمته في قضاء الحاجة، فدل على أن سؤال العصمة وارد عن النبي، ولكن العصمة بمعنى الحفظ لا بمعنى كمال الحفظ اللي هو مقصود به للأنبياء، ولكن هو معنى الحفظ مطلقا، الحفظ مطلقا. فالعصمة عند فعل الذنب إن ربنا يرزقك التوبة، يبقى ده الحفظ، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بالاستغفار في الحال، إن ربنا ينبهك في الحال، إنما يعصمك ما تقعش في الذنب أصلا. هو أنت نبي؟ هو أنت ملك؟ ما أنت لازم هتقع برضه، فهمت إزاي؟ لكن لما تقع إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقيل رأى أبو العباس بن شريح في منامه في مرض موته كأن القيامة قد قامت، وإذا الجبار سبحانه يقول أين العلماء؟ قال فجاءوا، يعني شاف يوم القيامة في المنام ومنادي بينادي أين العلماء، فتلمت العلماء كلهم. ثم قال ماذا عملتم فيما علمتم؟ قال فقلنا يا رب قصرنا وأسأنا، قصرنا وأسأنا، محدش بيطق إلا كده لأنه خايفين من الغضب. قال فأعاد السؤال كأنه لم يرضى به وأراد جوابا آخر، فقلت أما أنا فليس في صحيفة الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه، فقال اذهبوا فقد غفرت لكم، ببركة إيه رجاؤه. ومات بعد ذلك بثلاث ليالي، بعد ما شاف الرؤية دي بثلاث أيام مات، نسأل الله حسن الخواتيم. وقيل كان رجل شريب، شريب يعني سكير، يعني جمع قوما من ندمائه، جايب الشلة بتاعته الجروب بتاعته، واخد بالك قاعد معاه في النادي في أي حتة،
جمع قوما من ندمائه ودفع الى غلام له، يعني واد عبد عنده خدام عبد ملكه، يعني كان زمان في عبيد بيشتروهم من الاسواق، ودفع الى غلام له 4 دراهم وامره ان يشتري بها شيئا من الفواكه للمجلس، حاجه كده ياكلوها مع الخمره يعني. فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار، وكان راجل من العلماء الاولياء الاتقياء، وهو ماشي الواد الغلام ده الظاهر ايه قرفان من سيده، كل يوم سيسكر وقرفان ويبعته يجيب له الطلبات، وهو الواد ده الظاهر واد صالح ومش قادر يعصى سيده، بيضربه وعبد عنده. فقام ايه مر على منصور بن عمار، وده كان راجل من الاولياء الكبار مشهور، وكان سيدنا منصور بن عمار بيكلم الناس بيقول لهم الراجل ده عندي فقير اهو، اللي يديله 4 دراهم هدعي له 4 دعوات، وكانت دعواته معروفه انها مستجاب، والواد ده معاه 4 دراهم. ويقول من دفع له 4 دراهم دعوت له 4 دعوات. قال فدفع له الغلام الدراهم. فقال منصور ما الذي تريد ان ادعو له لك به؟ تدعي ادعي لك بايه؟ فقال لي سيد اريد ان اتخلص منه، يعتقني لوجه الله. فدعا له بالعتق. فدعا لي منصور بذلك. وقال ما الاخرى؟ فقال ان يخلف الله تعالى علي دراهمي ويعوضني دراهمي، عشان اما اروح لسيد اديله ال4 دراهم، هيقول لي انت وديتها فين؟ ما هي مش ملكي. فدعا لي بذلك، ثم قال وما الاخرى؟ فقال ان يتوب الله على سيدي. فدعا، قال وما الاخرى اللي هي الرابعه؟ فقال ان يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم. فدعا منصور بذلك. ده كان واد غلام يعني تمام. فرجع الغلام الى سيده فقال له لما ابطأت؟ ما جبتش الحاجه ليه؟ وهيضرب قعدت. فقص عليه القصه. قال له وبما دعا؟ فقال سألت لنفس العتق، فقال اذهب فأنت حر. وما الثاني؟ فقال أن يخلف الله علي الدراهم، فقال لك 4000 درهم. فقال وما الثالث؟ فقال أن يتوب الله عليك، فقال تبت إلى الله تعالى. شوف بركة دعوة الصالح غيرت قلبه، غيرت، عشان تعرف أن الصالحين دول ليهم سر ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا إياهم ويجعلهم كده يدعو لنا. فقال تبت إلى الله تعالى. فقال وما الرابع؟ فقال أن يغفر الله تعالى لك ولي وللقوم وللمذكر، اللي هو سيدنا منصور يعني. فقال هذا الواحد ليس إلي، الأمر الأخير ده لله بقى، أنا اللي لي عملته. فلما بات رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت فعلت ما كان إليك، تراني لأفعل ما إلي، قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم والحاضرين. حتى الندماء اللي جايين يسكروا معاه عدوا. شفت الرحمات الواسعة، ربنا يرحمنا جميعا. وقيل حج رباح القيس حجات كثيرة. فقال يوما وقد وقف تحت الميزاب، إلهي وهبت من حجاتي كذا وكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشرة منها لأصحابه العشر، وسنتين لوالدي، والباقي للمسلمين. بيشبرق على الناس و... قاعد بقى وما 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 ايه وما ادخرش ولا حجه لنفسه، يعني ما ادخرش حاجه لنفسه، قال الباقي للمسلمين، يعني طب وانت خدت ايه؟ ما ادخرش حاجه. ولم يحبس منها شيئا لنفسه. فسمع هاتفا يقول هو ذا يتسخى علينا لاغفرن لك ولابويك ولمن شهد شهاده الحق. يعني اللي ألهمه هذا السخاء في قلبه مين؟ ما هو رب العالمين. ما أنا قلت لك أي كمال في مرايا الكون هو من الله ليس من العبد. فانظر لكل كمال من الله وانظر لكل نقص من المرايا، ثم تستريح. رأيت جنازة يحملها 3، وروي عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أنه قال رأيت جنازة يحملها 3 من الرجال وامرأة. الجنازة بيشيلها 4 سهل، وبيكبروا عليها 4 برضه، 4 تكبيرات، خد بالك. فهو لقى ان الـ4 اللي شايلين الجنازة 3 رجالة و6، يعني مفيش راجل حتى يشيل معاهم. قال فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة فصلينا عليها ودفناها. صلوا عليها في المقبرة؟ أصل ما كانوش وهابية، طالما في مكان طاهر خلاص يصلي عليه، مفيهاش حاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم الست اللي دفنوها وكانت بتقم المسجد
وبعدين ما اخبروش النبي عمل ايه؟ ذهب الى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، صح؟ ما كانوش وهابيه لسه الصحابه. طيب نسال الله السلامه يا سيدي. فصلينا عليها ودفناها، فقلت للمراه من كان هذا منك؟ اللي كان الميت ده يقرب لك ايه؟ فقالت ابني. قلت اولم يكن لك جيران يشيلوا يعني بدالك؟ قالت نعم، ولكنهم صغروا امره، احتقروه يعني. فقلت وايش كان هذا؟ طب ليه؟ فقالت مخنثا، يعني مولود خنثى، لا هو ذكر ولا انتاي، يعني خنثى كده بين البنين يعني. فاحتقروا امره، لما مات قالوا ده احنا ما النبي ده. قال فرحمتها وذهبت بها الى منزلي واعطيتها دراهم وحنطة وثيابا، ونمت تلك الليلة فرأيت كأنه أتاني آت كأنه القمر ليلة البدر، وعليه ثياب بيض، فجعل يتشكر بي. فقلت من أنت؟ فقال المخنث الذي دفنتموني اليوم، رحمني ربي باحتقار الناس إياي. لأنه ربنا اللي خلقه في صورة يحتقر من أجله، فربنا جعل سبب هذا الاحتقار سبب لإنه يرحمه، لأنه ما كانش ليه ذنب في هذه الصورة. فطالما ملوش ذنب في هذه الصورة يبقى ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول مرة أبو عمر البيكندي يوما بسكة، سكة يعني طريق معروف، احنا المصريين يقول لك سكة حتى، فرأى قوما أرادوا إخراج شاب من المحلة لفساده، لقى ناس قاعدين بيطردوا واحد بيضربوه، اطلع اجري، بيطردوا واحد في الشارع، ووراه ست بتعيط بتبكي وامراه تبكي، قيل انها امه، فرحمها ابو عمرو فتشفع له اليهم وقال هبوه مني هذه المره، ادوا له فرصه خلاص علشان خاطر، ادوا له فرصه رجعوه عشان خاطرها غلبانه بتعيط، فان عاد الى فساده فشأنكم، فوابوه منه. فمضى أبو عمرو، فلما كان بعد أيام اجتاز بتلك السكة، مشي تاني في الطريق ده بعد عدة أيام، فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب اللي هو بابها بيتها يعني. فقال في نفسه لعل الشاب عاد إلى فساده فنفي من المحلة، فدق عليها الباب وسألها عن حال الشاب، فخرجت العجوز وقالت له إنه مات، فسألها عن حاله فقالت لما قرب أجله قال لا تخبري الجيران بموتي فلقد آذيتهم، وإنهم يشمتون بي ولا يحضرون جنازتي، وإذا دفنتيني فهذا خاتم لي مكتوب عليه بسم الله، فادفنيه معي، فإذا فرغت من دفني فتشفعي لي إلى ربي عز وجل. قالت ففعلت وصيته فلما انصرفت ففعلت وصيته. وينفع برضه على الالتفات يعني، ينفع تقراه بالطريقتين، على الالتفات وعلى كنفه. فلما انصرفت عن رأس قبره سمعت صوته يقول، سمعت صوته يقول انصرفي يا أمه قدمت على رب كريم. أو بالرغم انه هو حتى تاب وعمل مخالفة شرعية، انه خلى اسم الله الشريف يتحط مع المدفون، أو ده مخالفة شرعية، أي حاجة مشريفة لا يجوز وضعها مع الميت في كفنه، لا تحط معاه مصحف في كفنه ولا تحط في كلام في قرآن. ليه؟ لأنه هيختلط بصديد الموت والنجاسة يتنجس، وانت ازاي؟ لأنه مش حتة مشرفة، القبر فيه نجاسة. فيبقى بالرغم انه عمل مخالفة شرعية الا لصدق توبته ربنا غفر له، لأنه لما تاب ما كانش عنده علم، ما يعرفش ان الحتة دي هو كان يقصد بس بركة الاسم، رحمة الاسم، فربنا نظر لقصده ولم ينظر لجهله. شفت الحلاوة بقى ورحمته واسعة ازاي. وقيل اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام، قيل لهم اني لم اخلقهم لاربح عليهم وانما خلقتهم ليربحوا علي. طبعا هو ربنا خلق الخلق عشان يستفيد من وراهم، ده خلقهم عشان ينعم عليه. سمعت محمد ابن الحسين يقول، سمعت محمد ابن عبد الله ابن شاذان يقول، سمعت أبا بكر الحربي يقول، سمعت إبراهيم الأطروش يقول، كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخي على الدجلة. سيدنا معروف الكرخي ده معروف من الأولياء، قبره في بغداد
مجرب في قبول الدعاء على مر العصور. فضل الله ربنا من علي واكرمني وزرته، قبره هناك وعاملين عليه مسجد كبير هناك، قبر سيدنا معروف الكرخ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معروف الكرخي ده كان مجوسي، طفل صغير وابواه مجوسيان، ودوه علشان يتعلم المجوسيه. فالراجل يعلمه يقول له قول مثلا الله مش عارف ايه صفه كده بتاع، يقول له واحد، هو طفل لسه صغير، يقول له الله اتنين، يقول له واحد، يقول له مش عارف، يقول له واحد، ايه واحد دي؟ لما الراجل راح رزع علقه الكاهن اللي عايز يعلمه وطرد، فراح مشي في الشارع فلقى واحد من ايه من الاشراف، قيل ان هو سيدنا حسن الانور، مر على سيدنا حسن الانور وهو يعظ الناس، اللي هو ابو ستنا نفيسه، ابو ستنا نفيسه كان مقيم هناك في العراق في الفتره دي، فوجده يعظ الناس. ف او موسى الكاظم لا اذكر يعني حاجه يعني واحد من آل البيت، فوجده يعظ الناس، فبيقول دخل الكلام في قلبي فاسلمت على يديه، وربنا فتح عليه وبقى والي كبير وساب اهله بقى ما يعرفهمش، سيدنا معروف الكرخي. فبيقول لك بعد ما مات نشفوه في المنام بيقولوا له ماذا يعني فعل بيك في القبر، في سؤال القبر، فقال لهم لما جوت الملائكه قالوا لي من ربك؟ قلت معروف. فقالوا من رسولك؟ قلت معروف. قالوا ما دينك؟ قلت معروف. فالملائكه احتار، فسالوا ربنا فقال لهم ذاك عبدي معروف اتركوه فانه معروف. رضي الله عنه وارضاه ونفعنا باسراره. كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخي على الدجله، نهر الدجله، ربنا يحررها مما عليها الان. اذ مر بنا قوم احداث في زورق يضربون بالدف ويشربون ويلعبون. يعني شويه ناس راكبين مركب في دجله وقاعدين بيسكروا ويدقوا ويدبروا ويرقصوا ويعملوا جلبه. فقلنا لمعروف اما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين؟ ادعو الله عليهم. وهبيه بقى قاعدين بايه عايزين يدعوا على الناس على طول. فرفع يده وقال الهي كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الاخره. يعني شوف بقى كانه اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ما هو ده بقى الوارث الحقيقي، الوراثه الحقيقيه، ما يدعيش على الناس دي، يدعي للرحمه. فقالوا انما سالناك ان تدعو عليهم، فقال اذا فرحهم في الاخره فقد تبع عليه. سمعت ابا الحسن عبد الرحمن بن ابراهيم بن محمد المزكي قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد الاديب قال حدثنا الفضل بن صدقه قال حدثنا ابو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد قال كان يحيى بن اكثم القاضي صديقا لي وكان يودني واوده فمات يحيى فكنت اشتهي ان اراه في المنام فاقول له ما فعل الله تعالى بك فرايته ليله في المنام فقلت ما فعل الله تعالى بك قال غفر لي الا انه وبخني ثم قال لي يا يحيى خلطت علي في دار الدنيا فقلت أي ربي اتكلت على حديث حدثنيه أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال يعني بيكلم ربه بالأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت إني لا أستحي أن أعذب ذا شيبة بالنار يعني ربنا سبحانه وتعالى أما وبخه على بعض التقصير اللي عمله قال له يا رب انا اللي خلاني عملت التقصير ده ان انا اتجرأت شويه ولقيت نفسي شبت وسمعت الحديث ده حدثني فلان عن فلان ان الله لا يعذب ذا شيبه فانا عديتها علشان كده يعني كان املي فيك كبير وصدقت الحديث اني لاستحي ان اعذب ذا شيبه بالنار فقال قد عفوت عنك يا يحيى وصدق نبيي الا انك خلطت علي في دار الدنيا برضه غلط وعفوت برضه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين وعن أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يصلي عدد معلوماتك ومدار في واحد بيسأل عن معنى قول الله هو العبد والمعبود. ما أنا بقول لك الله سبحانه وتعالى له صفات احنا شرحنا الله سبحانه وتعالى له صفات صح؟ نعم. وصف نفسه بالصفات ما احنا دي قلناها ما تسجلها شيء هذه الصفات لابد ان تكون لها عمل في الظاهر في الاكوان. فلما كان هو رب يبقى في مربوب، لما كان رازق يبقى في مرزوق، لما كان ناصر يبقى في منصور، مش كده برضو؟ لما كان هناك عبد يبقى في هناك رب، سهل اله. فيبقى كل ما في الاكوان ما هو الا اثر الصفات. تجد مثلا مريض عشان تظهر فيه اثر صفة ايه؟ القهر. وبعدين يشفيه عشان تظهر اثر صفة النفع. فهمت ازاي؟ والعافية. تجد هناك موسع عليه في رزقه علشان يظهر صفة الكرم. وتجد هناك من يضيق عليه في رزقه عشان تظهر صفة ايه؟ المنع والقبض والقدر. وهكذا. فتجد الاكوان كلها ما هي الا اثار صفات الله عز وجل. كويس. فكل ما كان في الاكوان من كمال فهو اثر الصفه، وكل ما كان في الكون من نقائص فهو بسبب المخلوق نفسه، لان ماده الكون اصلا ناقصه لانها حادثه مش كامله. كل ما سوى الله ناقص، مش كده برضو؟ والكون سوى الله، مش كده؟ فطالما سوى الله اصله عدم، والعدم في حد ذاته كده ناقص من اوله. انظر الى ناقصه تلاقيه عدم، وسريع التغير. وكل ما في الاكوان متغير والله دائم باقي. فيبقى اذا وجدت الصفات تتغير فالتغير لا في الموصوف، بل التغير في المخلوق مش في الموصوف. فهم؟ استقر المعنى ده؟ واضح؟ طيب نيجي بقى، العباده صفه كمال ولا صفه نقص؟ كمال. اذا وجدت هناك عبادة في الأكوان فهي أثر صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة التوفيق. فوفق الله سبحانه وتعالى العباد أن يعبدوه، فكأن الموفق هو الله، فكأنه هو العبد والمعبود. فهمت المعنى تاني ولا نقوله تاني؟ أدي كلامهم، أنت بتقرأ كده في كتابهم. أنا بقول لك علشان لما تقرأ في كتابهم ما تتضايقش، ما تقولش شوف بيعملوا ايه وتقعد تهرش في قفاك كده زي ما بهرش انا. لا، تسلم الامر لله، لان فعلا كل كمال في الاكوان فهو من الله، وكل نقص في الاكوان فهو من الكون، من الكون ذاته. وما اصابك من سيئه فمن نفسك، مش كده برضه؟ هذه المساله. فكل كمال يجريه الله على يديك فهو منه، فكانك اذا ذكرته فهو الذاكر، فهو الذاكر على لسانك، فهو الذاكر والمذكور، فهو العابد والمعبود. سهلة بس، والله أعلم. لو لقيتها صعبة عديها وسامحني إن أنا قلتها النهاردة، لكن يمكن تفهمها في يوم من الأيام. دي حقيقة، هي دي الحقيقة. وأدي معنى لا يدخل أحد الجنة بعمله، لكن برحمة الله، لأن برحمته أوجدك، وبرحمته أمدك، وبرحمته هداك، وبرحمته وفقك وقواك في الطاعة، وبرحمته قبل هذه الطاعة مع نفسها، فهتدخل برحمته. فأنت أصلا مغموس في الرحمة، هتقول له بعملي إيه بقى؟ هو أنت عملت حاجة؟ ده هو كلها بالرحمة. فهمت؟ والله أعلم. طب المرة دي احنا فيها رسوف من كتاب المرة اللي فيها الكلام. لا ما هو فلو أطلقه هيروح يقتل الناس.